حكايات الجدة تختلف ايه عن الحكايات اللي انت بتحكيها دلوقتي؟ يعني ايه القيم اللي كانت فيها وخدتيها منها، وايه اللي انت اضفتيه؟ القيم موجودة حضرتك، بس طريقة تقديمها هي اللي اختلفت. طريقة القيمة المباشرة أو التركيز عليها بشكل مباشر بيخلي الطفل ينفر، يحس إن حضرتك بتقدم له درس. يعني وصايا او طفل النهاردة مختلف تماما، عايز يتعب عشان يوصل للمعلومة، يتعب. يعني بداية من عنوان حتى الحكاية اللي هتحكيها له ما يبقاش مباشر أبدا، لازم العنوان يخليه هو يفكر ايه القصة دي هتقول ايه. طالما فكر يبقى يعني هيبدأ ينتبه، لكن لو الحكاية جات له سهلة هينصرف عنها فورا. حضرتك بتشيري للطفل الآن، فده اللي يخليني أقول لك طيب عن زمان إيه الاختلافات؟ لا كتيرة يا يعني دكتور، حضرتك بتتكلمي من كتيرة 20 سنة. كتيرة يا دكتور. إيه أول الاختلافات؟ الاختلافات ان الطفل النهاردة بقى العالم مفتوح قدامه، سهل قوي يوصل لأي معلومة. لازم حضرتك تقنعه، لا يقبل الأوامر إطلاقا، ولا يقبل لا يقبل افعل ولا تفعل. لازم حتى لو احنا كنا بنتقيم زمان برضو. يعني يعني ايه كده لا زمان كانت مفيش كده. لازم حضرتك، يعني انا اذكر حضرتك يا دكتور واقعة انا لا انساها. انا ليا قصة اسمها الدائرة الحائرة. القصة دي أخدت يعني جوائز ومثلت مصر في قائمة الشرف الدولية في 2021، وأنا رحت استلمت وثيقة الشرف، كانت من حفل في موسكو من سنتين. فأنا كتير من القصص قبل ما أكتبها في ورشات الحكي بحكي القصة وهي لسه مش لم تكتب بعد، أشوف رد الفعل. فهي على يعني على خلاف قصص الأطفال المعتادة نهايتها حزينة، هي قصة عن تقبل الآخر وإنه الاختلاف لا يعني الخلاف. فوانا لا بحكي يعني الخناق. ايوه يعني بالظبط. يعني ببساطة بتحكي ان في كائنات ليلية وكائنات نهارية. الكائنات الليلية زي البومة والخفاش والكروان بيشوفوا ان الدائرة اللي بتظهر في السماء بالليل هي القمر، اما الديك والعصافير والحمام و بيشوفوها الشمس. فبداوا الاثنين يختلفوا. النهاريه يقولوا لا الدايره لونها ذهبي، الكائنات الليليه يقولوا لا لونها فضي. بدا الخلاف يحتدم، فبدا الكلب اللي هو بيبقى سهران بالليل والصبح برضو ممكن يبقى موجود. صاحي يقول لهم انتوا الاثنين صح، بس اسمعوا بعض. انت بتشوف القمر يا خفاش عشان انت طول النهار نايم وبتصحى بالليل، وانت يا ديك بتشوف الشمس عشان انت طول النهار انت صاحي وبالليل فصحيح. نايم. فرغم اختلاف الناس ممكن يكونوا كلهم صح، بس بالظبط، بس لان ما كل واحد بيبص بنسمعش من بعض. زاوية. بالظبط. فبدأوا الغابة تنقسم لفريقين، ما بنشتغلش، احنا بنتخانق، حتى اللي هم ما كانوش في الاول اطراف الخلاف، وبدأت الغابة تدمر وتنتشر الاوبئة والامراض. فالقصة يعني يعني والاطرف من ده ان لا الشمس بقى طلعت ولا القمر طلع، لانهم حسوا ان في كائنات مش عايزة ده بتتخانق وعايزة ده، قالوا مع خلاص مش نفسهم. طالعين، بس هم لسه بيتخانقوا. فانا وانا بحكي للولاد قلت لهم القصه دي نهايتها ان الغابه هتتدمر، مش هيفضل ريشه سودة من الديك وريشه بيضه من البومه، هيطلعوا السماء هنا هيبقوا اصحاب بقى، لان السماء بتضلل على الغني والفقير، على القوي والضعيف، ما تعرفش ابيض من اسود، ما تعرفش دين من دين، او عرق من يعني خيرها لكل الكائنات. فانتوا ايه رايكم؟ ففي ولد اذكر ما شاء الله عليه قال لي لا انا المهم القصه تقنعني مش تبسطني. حضرتك لو جيتي في اخر بقى سطرين قلتي ان هم بقوا صحاب وخلاص اقتنعوا وخلاص وعاشوا في سلام، انا مش هصدق. دي زي الافلام الابيض واسود بتاعت زمان قوي اللي الحرامي في اخر 5 دقائق بيبقى طيب. ده عنده كم سنة؟ ده كان عنده ده كم كان سنة؟ عنده 12 سنة. فقال لك ان المهم القصة تقنعني مش تبسطني. المهم حضرتك هو يقتنع، هيقتنع هنا خلاص. ففعلا انا كتبتها زي ما حكيتها، وحقيقي فعلا هي حققت نجاح.